اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ الغربي. بنروح على المطاعم على الفنادق بيتقدم لنا منيو باللغه الانجليزيه باللغه العربيه الفرنسويه، ولكن ايه المضمون الموضوع؟ الموضوع ان احنا بنلاقي اسماء لاكلات لو جينا نفك اللغز بتاعها ونفسرها نلاقيها حاجات بسيطه جدا. ممكن يكون طبق اومليت ولكن له مسمى اسبانيولي اومليت مثلا. النهارده البوبيت ده في بعض المطاعم والمطبخ الطلياني بالذات بيقدموه بشكل مختلف، يا اما فراخ يا اما لحمه يا اما سمك، والسعر حسب التكلفه بتاعه الطبق الكوست يعني. انا هقدمه النهارده فراخ، هنحشيه خضار وهنعمل الفليفر والطعم من الكريمه اللباني والمستردة، حاجه بنت عم البيكاتا لها تفاصيل كتيره وفيها خبره طهويه كده، وازاي ما يفكش مننا وازاي نحافظ على الحشوه. الاكله لطيفه وحلوه، بنقدم معاها مكرونه رز ابيض حسب الرغبه. طبعا المكرونه بتاع النهارده انا بهديه لكل الاطفال الحلوين اللي بيحبوا النجرسكو. نجرسكو يعني مكرونه غرقانه في جبنه موزاريلا ووايت صوص، ودخلوا كلهم في الفرن ادونا شكل كده عامل زي الايه البسبوسه كلها مع بعضيها. فالنهارده هنعملها بالهوت دوج اللي هو السوسيز، انا شخصيا بحبه كده مسلوق داخل السندوتش بيبقى لطيف مع الكاتشب والمستردة. هعمله النهارده مع النجرسكو بتاعتنا ونشوف ايه الخبره الطهويه في ان انا اعمل النجرسكو بشكل مختلف النهارده مع بعض عشان الاطفال الحلوين. ولكن العصير النهارده او الحلو النهارده، وانا اتفقت مع حضراتكم طوال الصيف وخاصه على دخول ايام الصيف، خلينا نركز في الايس كريم والسموزي اذا كان بالفواكه، بما ان عندنا فواكه زي الجوافه المشمش الحاجات اللي بتقعد فتره طويله. النهارده هنعمل سموزي الجوافه مع بعض، ولكن الفكر الجديد هنضيف له فليفر من جوز الهند. طبعا هند هتزعل عشان الجوافه، فالاثنين هنضربه في الخلاط مع سكر وفانيليا مع ثلج وحليب، اكيد العصير ده هيبقى طعمه لطيف وجميل وحاجه جديده. مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، والمطبخ النهارده مطبخ غربي يعني فيه تفاصيل كتير وخبره طهويه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل بحلك سرك يا ابو الشيف. تعالوا نشوف خط سر الحلقه هيمشي ازاي. انت عم في المطبخ دخلت النهارده، جه على بالك تعملي تخرجي من جو الطواجن بقى والحاجات الشرق اللي احنا عارفينها، واحنا كل يوم ثلاث من كل اسبوع بنعمل اكل غربي، طلياني مكسيكي صيني ياباني هندي مغربي لبناني، كل المطابخ نخترقها وواثق الخطوات يمشي ملكا زي ما قالت كوكب الشرق. هعمل النهارده البوبيت، هعمله النهارده بالخضار، ممكن يتعمل فراخ لحمه سمك. المقادير على الشاشه: صدور من الفراخ خاليه من العظم فيليه يعني، معانا كريمه لباني دي اساسي، مستردة وبصل وطبعا عصير ميه البصل يعني، وملح وفلفل دي بالنسبه للفليفر والطعم، ما تنسيش فصين من التوم ناعمين، ومعانا كوسه وجزر دي الحشوه بتاعته، ممكن نحشيه لحمه مفرومه، ممكن نحشيه جمبري زي ما احنا عايزين. المقادير شفناها على الشاشه، نشتغل في الاكله دي لان فيها شويه شغل كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد صدور الفراخ دي يا عم الشيف نقطعها ايه؟ رفيعه كده شرايح يعني كاننا هنعملها سكالوب. حلو الكلام؟ والكاس البلاستيك دي معايا والمدقه دي معايا عشان افرد بيها الصدر ده كده. اللهم صل على النبي. نجيب سكينه حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. كانك بتعملي سكالوب. دي شريحة ودي التانية. ممكن انت تجيبها من عند الراجل الجزار او الفرارج يعني اللي بيجيب من عنده الفراخ يقطعها لك كده، حتى بيبيعوها يقول لك نص كيلو سكالوب وهكذا. داود باشا يعني لحمة مفرومة يعني بصلة فص توم، نخلط اللحمة كأننا بنعملها كفتة. طب ايه الفرق يا شيف مغازي؟ الفرق ان داود باشا اخواننا اللبنانيين والشوام بيعملوه بياخد صنوبر، والصنوبر الكيلو وصل سعره دلوقتي 2000 جنيه. شفتوا بقى ليه سماها داود باشا؟ هناخد الصدور كده بالشكل ده كده. انت بقى ممكن تعملي حاجه حلوه قوي، بدل الصنوبر تجيبي اللوز بيتقطع كده عند الراجل العطار نفس الطريقه بتاعت الصنوبر. بيتقطع كده بيبقى ايه؟ بيقول لك يعني لوز متفصص. انا الصدور الفراخ جاهزه عندي كده هتبلها، لازم تتبل تتبيله كويسه واحنا مع بعض كده.
بنجيب كسروله زي دي كده اللهم صل على النبي، وبنحط يا عم الشيف فص توم حلو كده حلو، وعلى الفص التوم ده كده عصير شويه بصل حلوين، ومعلقه مستردة. تتبيله حلوه ليه؟ ممكن صدور الفراخ فيها زفاره، فيها مثلا طعم، فمهم جدا ان انا اتبل الفراخ دي بطريقه حلوه. ادي الفكره بتاعت الايس كريم، استخدامنا للبن البودر، لان كل المصانع وكل الناس اللي بيعملوا ايس كريم استخدامهم للبن البودر دي حاجه سهله يعني. ايه البهارات يا شيف للبوبيت؟ طبعا الاكل الغربي خاصه لما يكون من المطبخ الطلياني بيبقى بريء من الكزبره والكمون، الاساسي فيه الزعتر، روزماري، ملح وفلفل، عشان نبقوا عارفين دي مدرسه الف باء مطبخ يعني. زي الصيني كده، الاساسي فيه الصويا صوص وزيت السمسم وصلصه المحار وهكذا. كل التوابل دي زي الفل يا عم الشيف. قلت انا عملت ايه؟ زعتر، مستردة، بابريكا، فلفل. حاضر يا فاروق، ما حطيتش ملح، انت مركز معايا قوي ما شاء الله عليك. كل ما حطيتش، وفعلا والله ما حطيت ملح، شفت المخرج الشاطر؟ شويه ملح حلوين زي الفل. خلي بالك انك حاطه ملح اهوت عشان برضو الصلصه بتاعت البوبيت ما تكتريش الملح. المستردة هنا بتلعب دور مهم جدا مع العصير الليمون، ولكن هنا في قاعده زي فيثاغورس كده، مش اسمه فيثاغورس برضو العالم الكبير ده اللي عمل قواعد كتير في المدارس الرياضيه؟ بيقول لك ايه بقى هنا يا شيف مغازي؟ ممنوع منعا باتا اضافه اي ماده دهنيه في حاله انك تعملي بانيه. انا ما حطيتش زيت هنا خالص لان الاسكالوب ده هيتغلف بالدقيق، وانا عايز الخلطه تمسك في الايه، في الاسكالوب، فما ينفعش ان انا احط خالص هنا زيت، لا سمنه ولا زيت ولا زبده. هنتبل الفراخ بالشكل ده كده. عايز اقف محطه صغيره هنا اسمها محطه الرؤيه والفن والابداع. محطه الابداع ايه هي؟ لغايه هنا احنا ممكن نستخدم الفراخ دي سكالوب، لغايه هنا ممكن نستخدم الفراخ بنفس التتبيله ونفس الشغل ده كده بكاتا، لغايه هنا ممكن نعمل الفراخ دي مشويه بالاعشاب زي ما احنا شغالين كده، لغايه هنا لو ضفنا زبادي وعصير ليمون بكثره وعصير برتقال بقت شاورما زي ما انت عايز. انا بس حابب افتح كده ايه كلام في الموضوع ده علشان برضو نبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. تبلت الفراخ اهوت زي الفل، ممكن تعملها من بالليل، تعملها قبل ما تروح الشغل، تبقى موجوده عندك. هنشيل كل ده كده ومعانا مدقه لحمه، وطالما هندق لحمه سامحوني اذا الصوت كان هيبقى مزعج يعني، ومعانا كيس بلاستيك زي ده كده بنفرده هنا. في اخواننا محلات الجزاره يعني بيبيعوا الاسكالوب ده جاهز، تشتري كيلو اسكالوب بيبقى هو فرد وكل حاجه. انا حطيت كده اكياس بلاستيك، ببدا احط كده صدر الفراخ ده كده اهو بالشكل ده كده، وادي مساحه كده لان انا طبعا ادق عليه فهيكبر. اللهم صل على النبي. هو ده نفس الطريقه كده زي الفل، واخد اللي فيها الموزه دي حلو عجباني، واحط كمان عليهم كيس بلاستيك. الصوره حلوه كده مخرج ده حبيب قلبي حبيب هارتي ونفس القصه كده. ليه يا شيف؟ علشان المدقه بتاعت اللحم ما تلزقش في اللحم في الفراخ، سواء بتعمل اسكالوب فراخ، اسكالوب لحمه، اسكالوب سمك. ونمسك ايه يا عم الشيف كده بالراحه خالص. المدقه هنا فيها ناحيتين، ركزوا معايا والله العظيم انا شغال يعني ايه، بديكم المعلومه من قلبي، والكلام لما بيطلع من القلب بيوصل للقلب بسرعه بدون مطبات. المدقه بتاعت اللحم بتتباع في بعض الاماكن منها الحديد ومنها الخشب، يفضل انك تجيب الحديد عشان تبقى ايه تنجزي فيها على طول. في ناحيتين منها، الناحيه اللي بالشكل ده المضلع ده، وفي الناحيه ديت اللحمه الانسجه بتاعتها تستحمل ديت، والسمك تعملها بالناحيه دي خفيفه شويه، لان الانسجه بتاعت اللحمه غير انسجه السمك غير انسجه الفراخ. ده اللي انا عايز اشرحه لحضراتكم. حلو الكلام؟ على طول بالراحه كده علشان ايه تطلع معاك سليم. ونفس القصه هنا. انا قلت سامحوني علشان هتبقى الصوت مزعج شويه، بس الصوت ده حلو لانه طبعا ايه بيفتح الشهيه. بتعمل اسكالوب بنفس الطريقه، بتعمل اسكالوب في نواز بنفس ايه، في نواز دي يا شيف
هي دي المصطلحات اللي انا بتكلم عليها. سكالوب فينواز زي السكالوب بانيه بالظبط، بس ده بياخد بياض بيض مبشور، صفار بيض مبشور، بقدونس مفروم ناعم، الجرنش بتاعه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اهو ده بتكلم، انا قلت تقول لي تخبط بعدين. اهو ايه الجمال ده؟ اهو عرايس استاذ عادل امام ربنا يديله الصحه وطولة العمر، كان عيد ميلاده قريب. يعني انت ممكن برضو تجيب مداعي كده وتخبط عندك، يعني خدت بالك؟ مفيش مشكله، كل واحد يجيب مداعي كل واحد يجيب مدقته معاه ويخبط. مواليد احنا بعد الهوا بناء على رغبه الساده المشاهدين، يعني بنعمل لايف، ومن اللايف ده بنوضح حاجات كتير وبنشرح الاسئله اللي حضراتكم بتسالوها، عشان برضو ايه اللي قاعد بيشوفنا ممكن هو عارف الكيكه بتتعمل ازاي والكب كيك. فاحنا بعد اللايف ده اللي بيجاوب بسؤال احنا بنطلع لايف بنجاوب على كل الاسئله. انت هتعمل ايه تاني يا شيف دلوقتي؟ هعمل الحشوه التوبنج بتاعنا، ممكن يكون لحمه مفرومه، ممكن يكون خضار، ممكن يكون فراخ زي ما انت عايز، ممكن يكون سباركوس تغلي الطبق. ايه هو السباركوس؟ السباركوس دي عيدان كده خضره بتتباع في السوبر ماركات الكبيره، في منه الاخضر وفي منه الابيض او بالميتو، بتحشيها جوه الفراخ زي ما انت عايزه. حلو الكلام. احنا هنحشيها كوسه وجزر. حلو، نقطع الكوسه كده، عشان انا قلت لحضراتكم المطبخ الغربي له تفاصيل كتير. اهو اهو امبارح كنا في الصعيد، بوجه له تحيه كبيره، عملنا السخينه وعملنا طاجين اللحمه، او عملنا طاجن اللحمه بالتقليه. النهارده في المطبخ الغربي في ايطاليا، النهارده في احلى من كده؟ واحنا قاعدين بنتابع القناه الاولى، مره في الصعيد، مره في الريف المصري، مره في ايطاليا، مره في المكسيك، المانيا. العب يا المانيا. اه زي ما احنا شغالين كده زي الفل. طبعا سيبونا اقطع الخضار لان الموضوع طويل معايا بجد، لو انتوا حابين تطلعوا فاصل يا شباب انا تحت امركم. اه وسيبوني مع الكوسه. طيب هنطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع للتفاصيل حشو البوبيت بالخضار النهارده، ومعانا مكرونه نجريسكو للاطفال الحلوين. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، مطلوب مني اعمل لي 20 30 واحده بوبيت عشان ابني النهارده ولا بنتي ربنا يخليهم لي عازمين صحابهم على الاكله دي. تعالوا ماما شاطره تتفرج على الشيف المغازي على القناه الاولى، عامله لنا اكله من المطبخ الايطالي اسمها بوبيت، بناكلها ببعض المطاعم، بندفع في الطبق مبلغ وقدره، بيتقدم معاه شويه خضار سوتين نحلف عليهم، شويه رز صغيرين كده الواحد لو خدتهم معلقه بيبوظوا، وهكذا. فانت تعالي اعملي النهارده اهو معانا شويه صدور احشيها كده اهو، مش عايزاها خضار، حطي لحمه مفرومه مكان الخضار زي ما انا شغال كده اهو. دول كام؟ اربعه. حلو. هي فيها غلبه شويه سامحوني يعني، بس الاكله حلوه. والخضار لازم يتقطع رفيع عشان نسبه وتناسب، الخضار ده لازم يستوي مع تسويه الايه الصدور. طلعينا بقى يعني ايه، بتبقوا عندهم شويه ايه بقى ايه حاجات كده لطيفه، يعني بساعات بيحشوها سباركوس بتبقى لطيفه وحلوه، البعض بيحشاها بالميتو اللي هو قلب النخله او الجمار بتاع النخل، بحط شويه روزماري كده. اه ده روزماري. التوبنج ما هوش يعني حاجه اساسيه، زي ما انت عايزه حسب ولادك ما بيحبوا. اشيل الحاجات اللي عاملين الزحمه دي كده جو، ممكن نحط جبنه استاذ حابب تقول نحط جبنه، اذا انت وجيبك بقى انت غاويه بقى ايه تبذير، احنا قلنا خضار، عايزين تحطوا جبنه حطوا براحتكم. طيب بص احنا هنعمل ايه بقى، هنا في شويه خضار عندي احنا هنخليهم على جنب كده عشان ممكن نقدم الخضار ده كاسوتيه جنب البوبيت، دي فكره برضو وهيتقدم بشكل لطيف وحلو. طاسه على النار، طاسه اهيت اخبارها ايه سخنه زي الفل، خليط من الزيت والزبده الاثنين مع بعض، شويه زيت مع زبده عشان الزبده ما تتحرقش. فين الزبدة؟ اهي. وهنحمر البوبيتي ده كده مع بعض ونشوف ازاي التحميرة الحلوة. اللهم صل على النبي. تمام. عندنا شوية دقيق حلوين، خلي بالك بقى في التكنيك العالي، أنا قلت لحضراتكم هي الأكلة فيها خبرة طهوية.
لو حاطه انت زيت في التتبيله مستحيل طبعا الخلطه دي تمسك في الايه. اهو حطيت انا بابريكا وحطيت شويه كركم وهنحط شويه زعتر على الدقيق بتاعنا ده كده وشويه ملح. استاذ رحاب بعد اذن حضرتك يعني سجل لنا الاسئله دي كلها عشان ما حدش يزعل مننا. التوزبيكس بتاعنا بنقفله كده اهو بالشكل ده كده ونحطها كده اهو. خلي بالك عد التوزبيكس اللي حطاه في كل قطعه علشان تطلعهم في الاخر. يعني انا استخدمت واحد دلوقتي ده التاني في الاخر لما تطلعيهم بقى عشان ما تتفاجئيش دي تلاقيها في قلب الطبق وتكون عازمه حماتك مثلا تطلع دي تحت سنانها يبقى يوم مش هيعدي. حبك تعمل الاكله دي النهارده ما طول السنين بتعمل محشي كنت عملت محشي هتكسر سنانها طبعا او ابنك او هكذا. يعني انا بهزر خلي بالك. يعني انا لما كنت بشتغل كنت الف سمبوسه كتير وعندي بقى شغل والف لي 500 حبه 600 حبه وابقى شغال ويطلع عيني طول اليوم وتيجي على الدبوس اللي بتاع الزعتر مثلا ولا بتاع الحاجه اللي انا فكيتها وقع غصب عني في الخلطه وتيجي بقى الدبوس ده تحت اسنان حد يا ويلي يتخصم عليا شهر. شفت انا بقفلها اهو زي الفل نحمر كده سهله الفكره. ها حاجه جديده مش كل يوم هنعمل صينيه فراخ بالبطاطس مش كل يوم شاورما. حلو سؤال وجيه جدا. احنا الفكره عجبتنا بس ممكن احنا نقدمه بشكل تاني غير انه يتقلي. هي الاكله ابو بيت احنا بقى عايزين نقدمه مشوي مش لازم الدقيق هنا بقى يتحط زي ما هو كده ويترص في صينيه مع زيت وزبده ويخش الفرن يتحمر. دي برضو فكره حلوه. لا حط زيت في التتبيله بقلب جامد. ما انا قلت القاعده المغازه بتقول ايه. احنا بنسال ونجاوب بعضينا. التتبيله الزيت والزبده ممنوع منعا باتا واختباء على باب التلاجه في حاله لما تعملي بانيه. اما تعملي مشوي حط اللي انت حباه. نشيل ده كله من هنا. خلي بالكم هنا بقى عايز اقول حاجه. الدقيق اللي عندي ده انا مطلوب مني دلوقتي اعمل وايت صوص للنجرسكو في المقادير. هعمل وايت صوص للنجرسكو في المقادير. فهستخدم الدقيق ده في عمايل البشاميل او الوايت صوص. مش هيقول لا زي الفل بالعكس هيبقى طعمه احلى. هخليه جنبي كده عشان عايزه. والخضار السوتيه ده عايزه هنا. نشوف مقادير النجرسكو مع بعض عشان نشتغل في كل حاجه واحنا مع بعض كده. مقادير النجرسكو على الشاشه. مكرونه سباكيتي حلو قوي. وايت صوص او بشاميل، جبنه موزاريلا، هوت دوج او سوسيز. انا عاملها النهارده بالهوت دوج، فكره جديده. الهوت دوج ده بالاولاد بيحبوه بيتجف في الثلاجه بياكلوه مثلا مسلوق مع سندوتشات وهكذا، مع طبق اومليت كده وبيتقطع في بعض الفنادق مفيش مشكله. فتعالوا مع بعض اول حاجه هنعملها هنسلق المكرونه بتاعتنا. اهي. دول كتير، ناخد شويه دول. مكرونه النجرسكو. ميه زيت. ميه سوري ميه وزيت وملح. ميه بتغلي على النار في قلبيها شويه ملح ونعلي النار بتاعتنا ونسلق المكرونه دي يا عم فاروق اهي ونسيبها. اخبار البوبيت ايه؟ ما تقلبوش كتير بقى ده عشان لما هيستوي دلوقتي هو لوحده ايه هيتشمع كده وياخد شكل حلو. ولما تيجي تقلبيها تقلبيها بالراحه بشوكه كده عشان احنا بنحمرها. شفت التحمير ده كده. معايا فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين حبايبي اللي انا بيهم ربنا بيكرمنا وشغلنا بيبقى ظاهر على الشاشه لان انا مش لوحدي ببذل مجهود انا اقل واحد. الاساتذه المصورين لهم دور كبير. شايفه التحميره ديت هي دي التحميره اللي انا عايز ادور عليها القرمشه دي اهو في قلب الزبده والزيت. وجود الزبده هنا يا عم شيب بيساعد على الاحمرار والتحمير بسرعه. تعالوا نعمل مع بعض الوايت صوص بتاع الهوت دوج. طاسه على النار صغيره معانا الدقيق اللي انا كنت شغال بيه من شويه. النظافه يا عم شيف اول باول. حلو الكلام. معانا زبده. معانا شويه زيت صغيرين. اهوت وهعمل بشاميل للنجرسكو. هو النجرسكو بياخد بشاميل يا شيف طبعا. وناخد الدقيق بتاعنا ده كده
ده الدقيق اللي كنا بنحمر فيه من شويه اهو، بنزل بيه هنا كده اهو. فكره، خلي بالك اهو عشان ما يترميش. التحميره دي مهمه جدا. ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ دي يا شباب اللي في الطاسه اهو زي الفل اهو. لا خالص مش دلوقتي، مش دلوقتي حبيب قلبي اهو. التحميره دي كده اهو زي الفل. التحميره دي مهمه جدا ليه يا شيف؟ عشان انا بحب البشاميل او الدقيق يتحمر في قلب الزبده قبل ما انزل بالحليب. حط له كمان مكعب زبده زي الفل اهو. لغايه لما اشم ريحه تحميره الدقيق هتقول لي الاحمرار ده جه منين؟ احنا فاكرين الدقيق ده كان معانا ايه؟ حاطين فيه كركم وحاطين فيه بابريكا وحاطين فيه زعتر كمان. ننزل بالحليب يا ويلي ونقلب كده مرحله اولى لغايه لما يبقى مزيج متماسك، وتتاكد ان كله اتقلب مع بعضه. واصلا الحليب كل ما يغلي وكل ما يسخن شويه تلاقي البشاميل خد قوامه. شويه بشاميل بقى زي ما قال الكتاب طالعين منين؟ طالعين بالخبره الطهويه من الدقيق اللي كنت بحمر فيه او بغلف بيه البوبيت. ننزل بالحليب ونقلب. ده المطبخ، لما بكون عندك خبره طهويه وبتحب المطبخ وداخله بمزاج وبتطبخي لاولادك، مفيش احلى من في الدنيا من كده. خلي بالك الموضوع بيختلف، بتلاقي الاكل طالع حلو، فرحانه انك واقفه في المطبخ وعندك عيله وعندك اسره بتعملي لها الاكل. جوزك مش هياكل بره خالص، حد يعزمه؟ والله يا باشا ما باكل غير في البيت. والله ليه؟ لانه بروح الاقي لقمه حلوه، بلاقي الطبليه والصينيه عليها الاكل. هي الاسباجيتي انت بتروح فين يا فاروق؟ شايفها بتنزل تحت كده، بتروح فين؟ حلو، وانا بقلب كده طلع معايا الوايت صوص ده جاهز اهو زي الفل. معانا جبنه موزاريلا هننزل بيها على الوايت صوص، نص الكميه والنص التاني بنحطه على الوش ونقلب. ده تحضير للنجرسكو. معانا شويه زعتر حلوين بينزل على الوايت صوص، وظابطين الملح. خلي بالك انت حاطه ملح مع الدقيق ده نشيله على جنب بقى. حلو الكلام، تمام. يبقى خلصنا من الوايت صوص، نجيب الحله اللي هنشتغل فيها بقى وناخد دي هنا كده على جنب. المكرونه حله كبيره زي دي كده عشان تاخد الطبخه كلها. اللهم صل على النبي. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ مهم جدا، عينيا حاضر. بس خلونا قبل ما اطلع الفاصل اوضح حاجه حلوه للساده المشاهدين. حلو قوي. الهوت دوج ده او السوسيس ده موجود في السوبر ماركت، في منه الفراخ وفي منه اللحمه. حلو الكلام؟ انا هستخدمه دلوقتي في الطبق بتاعي. وانا واقف كده عشان نطلع الفاصل بتاعنا ونبقوا عارفين ايه التركايه. اهو بحط معلقه زيت صغيره، وبحط بصلايه ناعمه صغيره، واخد الهوت دوج ده كده واشتغل زي ما انا شغال كده. ممكن تطلعوا فاصل وسيبوني بقى اعيش الجو ده كده. من غير بلانشه ولا حاجه. حاضر، خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير وهنرجع للتفاصيل. معانا البوبيت جاهز على النار، هنعمل له الصوص بتاعه مكان التحمير، ودي مهمه جدا على فكره. ومعانا مكرونه نجرسكو بالسوسيز او الهوت دوج اللي الاولاد بيحبوه، لها تركايه ولها خبره طهويه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. المكرونه مدرسه المغازي بتقول لك تكمل سواها مع الصوص التابع ليها مع الكينيه بتاعتها، زي مثلا احمد المغازي. حلو. احمد وقفنا المغازي مكرونه نجرسكو بالايه؟ بالوايت صوص والسوسيز، تكمل سواها مع السوسيز. وهكذا. شفت الجو ده؟
عينيا زي الفل تمام. هننزل بدول كده. نعم يا غالي. اهو زي الفل تمام اهو. ننزل بالوايت صوص بتاعنا، نحتفظ بشويه على جنب من الوايت صوص ونقلبها كده. الله الله على الاكله دي. وتكمل سواها كلها مع بعضيها ونغطيها. في الاخر نحط عليها شويه ريحان او بقدونس ونحطها في الكاسرولة ونغلفها ببقية الوايت صوص مع بعض. نكمل الحكاية بتاعت البوبيت عشان ما نكونش نسينا مع بعض. طبعا اتحمر، بنرص في الطبق ده كده. يبرد تشيل منه التوزبيكس، خلي بالك، خليكي فاكرة اهو. نحمر فيه شوية مفيش مشكلة زي ما انت عايز اهو. هو استوى خلاص، شايفين في الطبق حلوين ازاي، له شخصيته ازاي اهو. شايفة التوزبيكس اهو، اهو ده طلع اهوت معانا زي الفل تمام اهو. حلو الطبق ده على فكرة، جميل، يفتح النفس. ناخد دي كمان، عايزها متحمرة كده. عينيا، شيل التوزبيكس بتاعنا زي الفل، اتحط هنا كده. نحتفظ بشوية الصوص الحلوين دول، عايزهم انا. نحط عليهم مكعبين الزبدة اللي عندنا دول، نحط في قلبيه عود روزماري حلو. شايفين بقى اللي في الطاسة دي؟ ده الخير اللي في الطاسة دي، الخير اللي انا عايزه. نحط شوية مستردة ونقلب كده. نحط عصير ليمون زي صوص البيكاتا بالظبط، زي الفل. معانا كريمه لباني تنزل هنا. هتقولي لي مفيش كريمه لباني في المنطقه اللي انا ساكنه فيها؟ نشا وحليب وسمنه او زبده، بقت كريمه لباني. نشا وحليب وزبده او سمنه، بقى عندي كريمه لباني. ناخد شويه الكريمه دول ننزل بهم على المكرونه نغذيها زي الفل. في شويه كريمه حلوين هنا، ناخدهم مكان الكوبايه. الحاجات اللي انا بعملها دي انت بتعملها في المطبخ بدون اي مشاكل. شويه كريمه اسيبهم لا احطهم هنا كده تمام زي الفل. ونقلب. الله على الطعم هنا ده. فلفل اسود، الصوص ده يحب الفلفل الاسود المجروش، بيعلي من الفليفر والطعم والتيست. حاطط عصير ليمون انا وحاطط مستردة. الاكلة دي لازم مستردة اللي هو معجون الخردل. في منها نوع انواع في السوق، في منها سليم بتلاقيها مطحونة كده غالية سعرها شوية، وفي اللي هو المعجون العادي زي اللي معايا ده كده عامل زي الكاتشب. حلو الكلام. الطبق ده احطه فين يا مخرجنا؟ قول لي مكانه فين ده حبيب هارتي. هنا مكانه حلو زي الفل تمام. هنزل عليه دلوقتي بالصوص بتاعنا. ربنا كده خلصت من طبق زي الفل. اللهم صل على النبي. يا صبابين الصلصات وعشق الصلصات، ايه الجمال والحلاوه دي يا شيخ؟ التغليفة دي مهمة. ألف هنا وشفا للي ياكل. عايزك تعمل الأكل ده لأولادك، مش مكلف. هي صدور الفراخ كده كده بتجيبيها أعتقد يوميا يعني. معانا شوية خضار سوتيه، فاكرينهم اللي أنا عزمت عليهم وقلت إن إحنا هنعملهم ونقدمهم؟ أهو معانا. الله الجو ده حلو. ناخدهم كده زي الفل، سرفز على الطبق ده كده. الموضوع هنا اختلف. أساتذة المصورين حبايبي، أنا بحبكم بعشقكم. إيه ده يا عم الشيف؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة؟ يلا يا فندم. عايز أشوفه، عايز أملي عينيا بيه والله. أنا مع المشاهد، أهو جيبوه. طيب حاضر. المكرونة، الهوت دوج، الوايت صوص. ايه الجمال والحلاوه دي يا شيف؟ ايه الطعم ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الانسجام ده؟ مكرونه هوت دوج، ولادنا مقتصر ان احنا نعمله لهم سندوتشات.
ندخله في طبق بيض ده كبيره. أول مرة أشوف الأكلة دي أهو، ننزل بوم كده. اللهم صل على النبي. كل ده في قلب الطبق. حلو قوي يا شباب، جيبوا ده. لا إله إلا الله، حلو الكلام. ماشي يا برنس، حاضر. نمسح كل ده. معانا جبنة ومعانا شوية وايت صوص عشان دي هتخش الفرن. بعمل ايه بقى؟ تركاية بقى بتاعت الشيف. ايه هي؟ الوايت صوص ده كده احط عليه بيضة، حلو قوي، ومع البيضة دي شوية الجبنة اللي عندي بقلبهم كويس، بحطهم على الوش بالشكل ده كده. جبنة، وايت صوص، بيضة. ليه البيضة يا عم الشيف هنا بقى؟ مكانها هنا بيقولوا ايه؟ البيضة هنا وجودها بتدينا عملية تماسك للصلصة وقوام للصلصة، وفي نفس الوقت تغليفة حلوة وكفر حلو للنجرسكو. اه، شفت الجو ده كده؟ درجة حرارة الفرن عندي 180، دي بالظبط عايزة لها تقريبا 10 دقايق تاخد وش، انما كل حاجة مستوية. اه، عشان عايز اعمل عصير دلوقتي. العصير ده لأول مرة حصريا أدخل جوز الهند مع الجوافة في السموزي. أشيل دي من النار واطفي النار عشان فاتورة الغاز والكهرباء ما تجيش عالية وتبقى واقفة في المطبخ ناسية. زي ما هي كده بدخلها الفرن. اللهم صل على النبي. نظرة إيه الحلاوة دي وإيه الجمال ده؟ فرسان التلفزيون المصري، أساتذة المصورين. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل عصير. العصير اللي هعمله مقاديره على الشاشه، واديني فرصه بقى اروق الكاونتر بتاعي واطفي النار علشان فاتوره الكهرباء. وده مطلوب منك واقفه في المطبخ، ما تفرحيش انك بتعملي اكل وخلاص. لا، خلي بالك، اقفل الغاز، اقفل الميه، اقفل الكهرباء اللي مش عايزاها، وهكذا. ده التوفير وده الترشيد. اه، هنقفل مين يا فندم؟ المقادير على الشاشه عباره عن جوافه وحليب وفانيليا وجوز الهند وسكر وتلج. حلو، ونغير الكلفزات ديت علشان كنا شغالين في توم، شغالين في بصل، ده مطلوب طالما بتعملي حلو وبتعملي عصير. النظافه اول باول. عايز اقول بقى حاجه مهمه جدا. فكره ان انا برنامج اكله امي كل يوم مع بعض، احنا طبعا طول الاسبوع، ان انا اخش كل يوم مطبخ مختلف. عايز اوصل رساله لكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا في أنحاء العالم، ده مهم جدا. الولاد زي كل ولادنا بيملوا. أنا مش عايز أعمل لهم كل يوم نفس الأكل ونفس الشكل. ما ربنا سبحانه وتعالى عادل مع البشر، خلق الفراخ في الصين زي في كفر الشيخ عندنا، اللحمة وهكذا، مع اختلاف بعض الحاجات. إحنا بناكل الحاجات طبعا المذبوحة على الشرائع الإسلامية، حلو الكلام؟ حلو. ولكن هي القصه في ايه؟ ان انا انوع للولاد واشكل من الحاجه. ايه صدور فراخ انا عملتها؟ والخضار عندنا الجزر والكوسه في درج الثلاجه بينادينا، شويه كريمه لباني. وقلت لحضرتك لو مش موجودين هتعملي النشا والحليب بقى زبده بقت كريمه لباني. وصدقيني الحليب بتاعنا الفلاحي او الصعيدي مش محتاج كريمه، هو اصلا دسمته عاليه، معلقه نشا في قلبيه كده اداك القوام بتاعه. وعملت طبق جديد، هي دي الفكره كلها. تحشيه بقى جزر، تحشيه كوسه، لحمه مفرومه، الاختيار ليك. انا هعمل عصير دلوقتي. العصير ده انا شخصيا بحبه وعاشق للجوافه لانها غنيه بفيتامين سي، وبحب ريحتها حلوه. حتى بعد ما باكل الجوافه ما بغسلش ايدي، بحب الريحه الحلوه بتاعتها. حلو الكلام، وخاصه الجوافه البلدي بتاعتها. سريعا كده هعمل العصير ده كده، وهديله فليفر من الفانيليا. حلو، الروزماري ده خليه هنا شكله حلو. ونجيب الخلاط بتاعنا، معانا وقت ان شاء الله، انا عايز دقيقه واحده بس. حلو، اه ها تمام. وناخد العصير ده كده، الخلاط بتاعنا الحلو ده كده، كل يوم بيعمل عصير مختلف. ايه اخبار الدنيا؟ اه، المكرونه في الفرن. حاضر، الله يبارك لك يا فاروق، وتزور النبي. العب. حلو قوي. حليب تبريد عالي جدا يغنيك عن التلج.
جوز الهند اللي هي عندنا هنا دي كده، في منها الناعم وفي منها الفص ده كده، بيسموها اخوانا دوفر ايس كريم. جوز الهند دوفر عريضه كده اهي اهي. حلو تمام. ننزل بشويه سكر، مع ان الجوافه البلدي مش محتاجه سكر، هي طعمها زي السكر. فانيليا، عندنا جوافه حلوه، شيل البذر منها من فضلك عشان الاولاد الصغيرين والكبار. البذر مش مرغوب في عصير الجوافه، يا اما تصفيها. حلو، شيل دي كده اهو. وكل ده يتضرب في قلب الخلاط يا عم الشيف. الله الله على كوبايه عصير من دي كده جنب السفره بتاعتي. المكرونه هطلعها دلوقتي، فيها كل حاجه، فيها البروتين، فيها الطعم، فيها الخبره الطهويه. ومعانا البوبيت بتاعنا فراخ النهارده، ممكن نعمله بعد كده لحمه، نعمله سمك، هي المدرسه واحد. حط تاني يا شيف بس زي الفل كده. تمام، نضرب في ده في قلب الخلاط. اللهم صل على النبي. يلا مع السلامه. بعتذر عن صوت الخلاط، ما كانش طالع. الله عليك وعلى والديك، شغل الخلاط غصب عني. العصير معانا هنا قوامه حلو، الجوافه كتير الحمد لله، وجوز الهند مديها طعم حلو، والفانيليا. ونقول مع بعض هنا يا صبابين العصير زيدوا حالاته. اللهم صل على النبي. كفايه؟ حاضر يا فندم. ألف هنا وشيف، اتفضلوا معانا في مزبيرو هنا على الكورنيش. بنوجه تحية كبيرة لكل اللي بيتابعونا في أنحاء العالم. من شاشة القناة الأولى. العصير ده قيمته الغذائية عالية جدا، جوز الهند مفيدة جدا للشعر والبشرة وكل حاجة حلوة، مش محتاج إن أنا أتكلم عنها. وإن شاء الله بإذن الله تعالى لنا موقف ولقاء ومحطة مع الآيس كريم، ونصلي على الحبيب يا أبو غازي قلبك يطيب. خلينا نطلع بالمكرونة الحلوة اللي هتخطف الأنظار دلوقتي، ننسى كل حاجة. اللهم صل على النبي. لا ما أقولكش، دي يا باشا طالعة من الفرن كمان، إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي يا شيخ؟ لا عايز أقولك على حاجة، الهوت دوج هنا إحنا غيرنا مدرسته. ده محصور مع طبق بيض وخلص الكلام. مكانها حلو كده؟ مكانها حلو كده يا رجالة؟ قول أهو، أنا عايز أشوفها، عايز أشوفها. إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ عايز اقول لحضراتكم مطبخنا النهارده مطبخ غربي بخفه دم مصريه، مختلف نهائيا. قدرت ان انا اغير منه اللي انا حابه، وقلت لحضراتكم حسب رغبه ولادكم احنا بنألف الاكله وبنشوف مقاديرها ونعملها حسب رغبه ولادنا. رؤيه، فن، ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من كل مطابخ العالم. الكلام ده منين يا شيف؟ من ماسبيرو. We'll be right back.